يا سايا يا ربون يجينا من ندى اللي مجدلكم فيديو جديد. وفيديو راح يكون عن شيء أنا كنت محضرة من فترة وقلت للناس كثير عند الإنستغرام وكثير منهم شجعوني لهذا الشيء. أنا حبيت أني أوريكم بداية لي إن شاء الله، يعني ممكن أنتوا تستفيدوا منه أكثر ما أنا أستفيد منه، لأنه هو الحاجة راح يتوفر لكم حاجات كثيرة من الدولة نفسها. لأنه كثير من بنات يسألوني عن حاجات وشغلات عاجبينهم في كوريا وما قادرين يوصلوا له، عشان كذا أنا قررت اني اوفر لكم هذه الشغلات وهذه الاشياء من كوريا، انه راح اخليكم مميزات. الشيء اللي بدأت فيه راح اسميه يور سبيشال، يعني معناته انت مميزه، لان هذه جملتي المفضله. لما احد يقول لي يور سبيشال احس حاجه جميله، يعني فاهمين. حبيت اوريكم هذا الصندوق الصغير لانه انا صراحه متحمسه للامر، وان شاء الله تكونوا انتم قدي متحمسين وان شاء الله يعجبكم الامر هذا. هذا الصندوق راح يكون صندوق يور سبيشال، هذا بدايه ليا. لما اتطور راح اعمل صناديق خاصه اللي هي يور سبيشال، وحط فيها حاجات وشغلات زي كذا، يكون في كرت وبطاقة وحاجات كذا زي كذا. داخل هذا الصندوق هي أدوات يحتاجوها كل بنت، وكل بنت تبغى توصل له بالذات من أدوات كوريا. طبعا هذه المنتجات تعتبر سعرها مناسب لأشخاص كثير منكم، وإن شاء الله تكون تعجبكم. الحين أنا راح أفتح وأوريكم هي الشغلات. أول شيء هذا الماسك من ماسك شريك، تخلطوه بالمويه وتحطوه لوجهكم. انا هذه حبيت اني اجيبها اضافه، الجلي اللي هي جيكو جلي، تاكلوا كذا، تاكلوا مره مشهوره وفي عده نكهات، وهذه ترى هذه النكهات عمري ما جربتها، بس انا راح احطها بالصندوق. ممكن اعطي لكم نكهات مختلفه على حسب طلبكم. ثالثا هذا ماسك البيض، هذه الاشياء يعني دعايه. ماسك الذهب، ماسك الفيتامين، هذا مره صحي للبشره. والماسك هذا حقة الزيتون، ماسك القصب السكر، واخيرا عدسات حقة بلاك بينك. في عدة الوان، فانتوا تقدروا تحددوا اللون اللي تبغوه والاشياء اللي تحبوه. ممكن تختاروا العلب الكيوت هذا طبعا، بس اللي انا حبيت اوريكم ايش الموجود في الصندوق على حسب اختياركم. انا راح اوفر لكم الشيء من هنا وارسلها لكم، بس حاليا راح نبدا بهذه الصناديق. تدريجيا راح اوفر لكم حاجات اكثر واكثر. وهذا الماسك حقة الرجول، فاذا انتوا حابين هذا المنتج طبعا سعره راح يكون $80، لأن العدسات تعتبر غالية بالذات بدول كثيرة. حكولي عن سعر البراندات الكورية، أنا راح أعطي لكم بسعر العدسة مع هذه الأشياء يعني. فعشان كذا سعر الأشياء هذه كلها والبكس $80 إذا حابين، وممكن كمان مع التطور الشيء إنه أعطي لكم هدايا وجوائز، وممكن أعطي لكم صندوق اللي اسمه الصندوق الخفي. لو بعضكم يوتيوبر وحابين يعملوا هذه الفيديوهات، ممكن اعمل لكم صندوق مفاجآت وشغلات غريبة من كوريا. فعشان كذا اذا حابين عرض او حابين هذا الشيء، يا ريت تشاركوني وتروحوا تتابعوني على الانستغرام، لانه هو مهم، لانه كل شيء راح ابدا فيه بالانستغرام. اذا حبيتوا هذه الفقرة قولوا لي اذا عجبكم تشتروا من هذا المنتج او لا. انا زي اللي يشتري لكم الشغلة ويوصل لكم الشغلة، فاهمين؟ فأي حاجة تبغوه من كوريا بسعر مناسب اطلبوني أنا، وأنا راح أعطي لكم مع الأسعار مع التوصيل وكل شيء لبيتكم توصلكم. شكرا على استماعكم، أحبكم مرة، باي.